كل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب وله أتقى وأعبد. والعيد فرحة ليس للحاج فقط، بل العيد لك أيضاً أيها المؤمن، وأنت أيتها المؤمنة في هذا اليوم، يوم أن حمدتم الله على صيام يوم عرفة، واحتسبتم على الله أن يكفر عامين، سنة مضت وسنة باقية. اللهم لك الحمد والمنة، عزانا الله في يوم العيد بأمرين معاشر الأحباب، عزانا في يوم عرفة أن نصوم فيكفر ذنوب عامين، وننحر الأضاحي ونذبحها في هذا اليوم المبارك في يوم السعادة والفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، نذبحها فيكون لنا بكل شعرة وبكل صوفة حسنة، بل ورد في حديث أن كل مضح يغفر له مع أول نهر دمه، دمي أي دم هديه. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على هذه المنة. هذا يوم الفرح، أيوجد في يوم الفرح أحد حزين؟ إن أولئك الذين لا زالت قلوبهم في الأغلال لا يشعرون والله بلذة العيد. نحن في يوم العيد، افرحوا وأفرحوا وابتهجوا واسعدوا وأسعدوا. نعم، الفرح في هذا اليوم إنه مشروع، بل إنه واجب ومطلوب طلبه الشارع من العباد. لما؟ لأن أفراحنا في هذا الدين، أفراحنا تعقب طاعاتنا، تكون بعد الطاعة، أفراحنا تكون بعد أركان إسلامنا، فبعد ركن الصيام عيد الفطر، وبعد ركن الحج إلى البيت الحرام ركن الحج يأتي عيد الأضحى. ما أجمل هذا العيد، ابتسموا، فالجمال ليس فقط في ثيابكم، بل والله الجمال في قلوبكم. افرحوا واحمدوا الله على تمام المنة. مررتم بأعظم مواسم الدنيا، أعظم مواسم العام، إنها العشر الأوائل من ذي الحجة. صمتم وقمتم وتقربتم وتبتم وعدتم وعجلتم إلى الله. آن لكم اليوم أن تفرحوا، آن لكم اليوم أن تفرحوا من حولكم من الصغار، وأن تبهجوا من حولكم من الجيران، وأن تنشروا الفرح والسعادة والابتسامة والدعاء لكل من رأيتموه، سواء تعرفونه أو لا تعرفونه.